أصغر دول أوروبا مساحة وسكانا، موقعها غرب القارة بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا، لا يتعدى عدد سكانها نصف مليون نسمة، وهي ثالث أكبر سوق مالية في العالم بعد نيويورك ولندن. هذه الدوقية تعيش لحظات مميزة بمناسبة حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير غيوم الدوق الأكبر ولي عهد لوكسمبورغ والكونتيسة ستيفاني دولانوي، حفل يحضره عدد كبير من أفراد الأسر الملكية من جميع أنحاء العالم. وتتقدم كبار الضيوف صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالا سلمى، حيث حضرت سموها حفل العشاء الذي أقيم بقصر الدوقية مقر الإقامة الرسمية لعاهل لوكسمبورغ منذ عام 1890. حضور سموها في هذا الحفل يجسد الروابط القوية التي تجمع بين المغرب وهذه الدوقية الصغيرة في قلب أوروبا. وقد قوبلت زيارة سموها باهتمام كبير هنا باللوكسمبورغ، خاصة من قبل أفراد الجالية المغربية. احنا فرحانين بزاف بالحضور سمو الأميرة لالا سلمى لهذا الحدث المهم، لان هذا الحدث راه ما شفناهش هذه تقريبا واحد القرن. فرحت بزاف اليوم نتوما عندنا في لوكسمبورغ، دونك دو ريسيفوار لا ديليكاسيون برانسيير اي avoir son excellence royale لالا سلمى كي سي ديبلاسي avec des marocains pour ce mariage. C'est une grande, grande fierté de vous avoir. حنا كجالية مغربية كنفتخروا وفرحانين بزاف بقدوم سمو الأميرة لالا سلمى اللي كيشرف البلاد ديالنا واللي كيساهم في النشاط الحالي اللي كاين بالنسبة لزواج لو برانس هيريتيي ديال لوكسمبورغ. نحن مطمئنين لرؤية سمو الأميرة لالا سلمى في هذا الحدث الذي يؤرخ لزواج ولي العهد الأمير غيوم والكونتيسة ستيفاني، وحدث فريد في هذا القرن باعتباره أول زواج منذ حوالي 30 عاما. حفل الزفاف المدني لولي عهد لوكسمبورغ الدوق الأكبر غيوم 31 عاما والكونتيسة ستيفاني دولانوي 28 عاما جرى بمقر بلدية لوكسمبورغ، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوقية، حيث تجري عادة حفلات الزفاف بمقر إقامة الدوق الأكبر. إنها سعادة عظيمة أن نقتسم لحظة مميزة مع أميرنا، وننظر بإكبار إلى زيارة العديد من الأصدقاء الأمراء من العائلات الملكية من كل دول العالم من بينها المغرب. وبالنسبة إلي شخصيا هذا عظيم، ولا يأتي إلا مرة واحدة عبر الأجيال كل 30 سنة، وأنا أكون أنا الذي نظمت هذا الزفاف فلن أنساه أبدا. وكان الأمير غيوم والكونتيسة ستيفاني قد أعلن خطبتهما في 27 أبريل الماضي، والكونتيسة ستيفاني دولانوي تنتمي إلى إحدى أعرق العائلات الأرستقراطية في بلجيكا. ويحظى حفل الزفاف الأميري بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم. زفاف